بنحب الباربيكيو طبعا، الاكل المشوي اللذيذ ميسة، لكن عارفين ان طريقه الشوي ساعات بتتعبنا جدا، لانه احيانا الدخان بيكون كتير ما بنقدرش نحن نتنفس ساعه عمليه الشوي، بالاضافه كمان انه احيانا النار برضو بتكون عاليه بتحرق لنا الاكل، وبناخد فتره طويله جدا على ما نستخدم المروحه علشان خاطر نولع الفحم. لكن هنا مشاهدينا، من خلال المنتج اللي احنا بنقدمه لكم، وهو منتج مذهل جميل جدا، شوايه لوتس جريل، اللي هتخلينا ان احنا نستمتع بنولع الفحم على طول في 4 دقائق بالظبط. الاكل بيكون او الشوايه بتاعتنا بتكون جاهزه ان احنا نشوي عليها الاكل بمنتهى السهوله، معاها ضمان سنتين، بالاضافه كمان الى ان احنا نستمتع بكل طرق الشوي الحلوه اللي انتوا هتستفيدوا بيها وتستمتعوا بيها مشاهدينا. متوفر لوتس جريل باللونين، اللون الجراي رقم المنتج هو 5431110، وكمان اللون الاحمر وبرده رقم المنتج 5431100. هلا هم كل المشاهدين عم يسالوا حالهم هلا انه ليش عن جد اللوتس جريل مميز. اول شيء مثل ما قلت لكم، مثل ما قالت رانيا، انه بثواني قليله بنقدر نحن نحصل على وجبات الشهيه اللي بدنا اياها. غير هيك هو براند الماني بيستخدم التقنيه الالمانيه، لهيك هو حاصل على كثير من الجوائز عام 2012 وكمان عام 2013، وكانت الجوائز لاسباب مختلفه، يعني كونه هو احسن جريل، كونه هو امن، كونه هو اسرع، كونه هو بيطلع فحم اقل اثناء عمليه الشواء، اشياء كثيره. وهيدي الاشياء هلا رح نتعرف على اول شيء ليش هو عن جد كثير مميز، لانه تركيبه كثير سهل وما بيتطلب منا وقت، مثل ما قلتي بس 4 دقائق. انا متحمسه كمان ميسه اشوف قد ايه انت بتشغليه بمنتهى السهوله، ودي نفس الطريقه اللي هيستخدمها المشاهدين على طول. اكيد نحن بالبيت، انا شخصيا مش ما بنحكي عن اي حدا غريب، انا شخصيا باخذ نص ساعه لحتى اولع الفحم. شوفوا معي هون السرعه، بدي اعرفكم اول شيء على القطعه، بس لو تساعديني يا رانيا. اوكي، هذه هي القطعه اللي رح تحصلوا عليها بس تطلبوا لوتس جريل. شوفوا معي هون عندي هيدا المحل الخاص لوضع البطاريات، لازم تحطوا 4 بطاريات دبل اي. من خلال هذه البطاريات راح تشغلوا الاوتو السيلف اوتوميتد فان، اللي من خلالها راح تحصلوا على دخان اقل. بس انتوا عملتوا هيك راح تحطوا القطعه الثانيه اللي هي هيدي الباول، مساحتها 32 سنتيمتر، بنحطها جوا. عجبتني كمان المساحه، يعني كثير كبيره، وبرده حجم الجريل من جوا مش هين، يعني سهل جدا ان احنا نستخدم فيه او نشوي فيه حاجات كثير حلوه. وهيدي القطعه اللي راح نحط عليها الجل الخاص ان احنا نولع، بدي احط هون. هنشوف دلوقتي الطريقه، انه برده بمنتهى السهوله ميسه هنا بتحط الجل، حتى كمان برده ميسه ملاحظه ان انت ما بتحطيش كميه كبيره، هي بس كميه صغيره. لا بس كميه صغيره، وبس حطيت البطاريات بقدر من هون انا اشغل. اوكي، بس شغلت باخذ الولاعه تبعي، نقدر نولعها بمنتهى السهوله، نولعها بكل سهوله. شوفوا هيك صار معي انا جاهز، الجل والع على طول، الجل والع. بس الجل عندي يولع، باخذ هون هيدي الحاويه لازم احط فيها الفحم. الفحم اللي انا بستخدمه هو فحم نباتي، متوفر باي سوبر ماركت، واني واي موفرين عليكم العناء، وموجود بداخله اوريدي كيس فحم راح يوصلكم. ومثل ما رانيا هيك ماسكه، اوكي مبين كنتي ماسكيتها انت، انا اخذتها منك اني واي. ولازم يكون حجمه صغير لحتى يملي هيدي الحاويه، ما تستخدموا الحجم الكبير لانه راح ياخذ حيز وما راح يعطينا كثير بالظبط. وانا كمان شايفه برضو ان هي يعني استخدامها قد ايه سهل، لان بالعادي ان احنا بنملى مثلا كيس كبير ممكن من الفحم بنقدر ان احنا نحطه في الشوايات العاديه، لكن هنا مع لوتس جريل شفنا ان كميه صغيره جدا من الفحم بنقدر ان احنا نحطها على طول جوه الاسطوانه اللي بتشرح عليها ميسه وبرده بتوريها لنا، بالاضافه كمان ان احنا بنشغلها بمنتهى السهوله. الشعله دلوقتي شغاله معانا، وكمان ميسه دلوقتي بتحط الفحم، يعني أوكي. طريقه توليع سهله جدا. شوفي هلا بدي احط الفحم بهيدا المحل، 4 دقائق كمان هتكون جاهزه معانا. خليني انا كمان ساعدك ميسه، بس بدي احكي اول شيء انه عندي هون غطى مشاهدينا، هيدا الغطى بيسكر على الفحم، هيدي خاصيه امان كمان موجوده طبعاً. باللوتس جريل عندي هيدي القطعه 4 الفتحات اللي احنا بنحطها. ايه بدي اطلع هون الجوانب. اوكي، بدي اخذ التري اللي هي 32 سنتيمتر، بنحط ال4 فتحات هنا، بنظبطها كلها مع بعض، بنجيبها على الجناب، بنخليها تكون مستوية بحيث ان احنا نقدر نقفل الجريل بمنتهى السهولة. وطبعا أوكي. يعني ميسة انا عارفة انه يعني كل الشوايات مثلا احنا بنستخدمها ما بتكونش متكاملة او ما بتكونش عملية زي ما احنا شايفين دلوقتي اللوتس جريل معانا، بمجرد ان احنا سكرنا الجنبين
على طول بقت شغاله، على طول بتشتغل. هيك نحن سكرناه ونحن رح نجهز نحن نحضر الاكل تبعنا بعد 4 دقائق بس، وبنثبت لكل المشاهدين ان هم هيكونوا 4 دقائق بس. ستوب ووتش بس بدي ادوس عليه وبدي احطه قدامكم. بس في نقطه كثير مهمه لازم نحكي عنها رانيا، انا بقى حتكلم على الجزء الممتع في الشوايه بتاعتنا وهي لوتس جريل. احنا شفنا انها هنسيبها دلوقتي 4 دقائق، لكن هنا كمان زي ما قالت ميساء انه برضو القطعه اللي احنا بنحطها فوق بتكون قد ايه محكمه. يعني عاده احنا ما نقدرش طبعا نشيل الشوايات العاديه بتاعتنا، لكن هنا أبداً مع لوتس جريل، حتى لو انا بوري دلوقتي للكاميرا اني لو حاولت حتى ان انا اهزها او اعمل فيها اي حاجه، الفحم على طول محكم، ما بيطلعش ما بيحصلش اي حاجه. كمان انتوا شايفين ان انا بقدر ان انا اشيلها بايديا رغم ان الشوايه اللي عندنا متولعه وكمان الفحم جوه سخن جدا، جاهزه ان احنا نستخدمها. حتى كمان لو انا شلتها برده ما فيش اي حاجه لانها معموله من الباودر كوت ستيل، ودي ماده عاليه جدا الحراره، بتعزل الحراره بمنتهى السهوله، بتخليني ان انا استمتع بالشوايه بتاعتي. ممكن انقلها معايا من مكان للتاني ما فيش اي مشاكل، طبعا هكون مستمتعه بيها، اروح بيها الحديقه، اي حته ثانيه، اي محل، اي محل بمنتهى السهوله. هيدا كله وهي شغاله بالظبط. خليني انا كمان برضو ميسا، انت عايزه تشرحي على طريقه الاستخدام بتاعتها. انا في شغله مهمه كتير لازم اخبرها لكل المشاهدين، خبرتكم انه فيها سيلف اوتوميتد فان، هيدي المروحه ما بتشتغل الا لو ركبنا الاربع بطاريات. بدي افرجيكم هون، بدكم تحطوا 4 بطاريات دبل اي، من بعدها رح تكون الجريل تبعكم جاهزه. اوكي، كيف بتشتغل؟ كيف التقنيه اللي بتشتغل فيها المروحه؟ بكل بساطه، بس نحن نشغلها بالعاده بيطلع دخان كثير كبير، هذا الدخان اللي كثير كبير بيرجع مره ثانيه او بترجع مره ثانيه المروحه تمصه لحتى تطلع دخان اقل، بتستخدم الدخنه لحتى تولع الفحم اكثر. هذه العمليه كثير سهله وكثير يعني عمليه، ولهيك هو عن جد حائز على كثير من الجوائز. مش بس كده، انا كمان يعني هنا احنا برضو مجهزين اكل، برضو حاطين بنشوي، بنشوف قد ايه طريقه الاستخدام برضو بتاعته سهله وقد ايه الاكل هيكون حلو وميسة، على ما الشوايه بتاعتنا برضو كمان تكون جاهزه. وانت هنا هتعملي سيرفينج، وانا هون كمان بدي احط الاكل، ونقدر ان احنا كمان من هنا زرار الحراره ان احنا نتحكم في الحراره. لو حسينا انه الاكل خلاص بتاعنا استوى، نقدر ان احنا نقلل درجه الحراره بمنتهى السهوله هنا من الريجوليتر الموجود عندنا. بنقدر ان احنا نقلل درجة الحرارة وبنشوف على حسب الحرارة اللي احنا عايزينها، انا بنقدر ان احنا نفتحها بالشكل ده نزود درجة الحرارة او ان احنا نقفلها بنقللها، فبالتالي ما بيطلعش دخان. وزي ما احنا شايفين طبعا على عكس الشوايات العادية ميساء اللي احنا بنستخدم فيها الفحم بتدي دخان كتير جدا، لكن هنا مع لوتس جريل شايفين قد ايه طريقة الاستخدام برضو سهلة وسريعة جدا، خاصة كمان القطعة اللي في النص اللي قالت عليها ميساء انها بتحمي. ايه، وفي شغلة كتير مهمة رانيا، ما ننسى انه 32 سنتيمتر مساحتها، هيدي المساحة كافية لنحط اكل كتير. شوفوا عندي انا هون قديش حاطة، قديش منوعة ما بين اللحم الشريم، كمان عندي الكباب، فيكم انتم تحطوا شو ما بدكم لانه عن جد بتعطينا اكل كثير شهي واكل كثير صحي. شوفوا قديش انا ما بحط عليها بشكل سريع، بس ب 15 دقيقه من اول ما نحن نركب القطع على بعض لحتى انتهاء عمليه الشوي، وبس 4 دقائق. كمان عايزه اقول لك برده ميساء ان ريحه الاستوديو قد ايه جميله جدا. عايزين نروح دلوقتي ونشوف هنا الشوايه بتاعتنا انها سخنت، وكمان فاضل 6 ثواني. 5 4 3 2 1 ريدي، جاهزه الشوايه بتاعتنا. وبرده بوريها للكاميرا دلوقتي، لو احنا نعمل زوم اكتر نبين الفحم انه اوريدي الشوايه بتاعتنا جاهزه ان احنا نحط فيها دلوقتي الاكل بمنتهى السهوله. بدي اعطيك بقدر ان انا استخدمه، طبعا انا بحط الحاجات اللي احنا بنحبها على طول، بمجرد ان احنا نحط على الشوايه بنسمع صوت الفحم. سمع صوت الفحم ميسه قد ايه برده اصلا؟ شوفي ان احنا قديش في 3 شوايات قدامنا وحاطين عليها قطع او اشياء مختلفه، يعني لحم، دجاج، نقانق، حاطين عليها شريمب، حاطين عليها كل شيء، وكل هيدي الاشياء ابدا. بدي اساعدك اعطيكي هاي احسن ولا اوكي؟ اه هنا اوريدي خلاص انا حطيت كل حاجه،
حطيت طبعا تشيكن ليجز الاطفال ان هم بيحبوها، كمان الهوت دوغ وحتى البرجر. يعني على طول لازم نعمل باربيكيو، لازم يكون في برجر ولازم يكون في هوت دوغ معانا. بمنتهى السهوله بنحطها الشوايه بتاعتنا، اوريدي في 4 دقائق بقت جاهزه، وبنروح دلوقتي نعمل سيرفنج لاحلى اكل. يلا هلا بنشوفه مع بعض وسامعين طبعا صوت الشوي قد ايه جميل. شو حابه قولي لي كل اول حاجه شي. اول شيء انا بدي احكي على الستيك. الستيك نحن بنعرف انه قد ما هو بينشوي من برا بس بتضل هيك انه ما كتير. انا هاخد، مش هستنى، انا هاخد هنا من الريش هدوقها على طول. طالعه من شوايه سخنه. رانيا على فكره جوعانه اليوم، ما خلت الريش. جميله، حتى كمان نوري للكاميرا برضو ان هي مستويه، طريقه التسويه بتاعتها قد ايه حلوه جدا من خلال اللوتس جريل، وده اللي انتوا هتستمتعوا بيه طبعا مشاهدينا. ميسا كمان برضو هنا بتدوق الستيك وبتبين قد ايه التسويه حلوه. التسويه كتير حلوه على طول، بتاخد 4 دقائق، وكمان طريقه الشوي من 10 ل 11 دقيقه، يعني بالظبط في 15 دقيقه الاكل بتاعنا بيكون جاهز بمنتهى السهوله. سامعين دلوقتي الشوي برضو على الشوايات الثانيه ان هو اوريدي جاهز. اذا مشاهدينا دي دلوقتي فرصتكم ان انتم تحصلوا على اللوتس جريل، تحصلوا على اي لون من الالوان اللي احنا بنقدمها معانا. اللون الاحمر رقم المنتج هو 5431000، وكمان اللون الجراي او الرمادي الجميل رقم المنتج هو 5431100، واستمتعوا باحلى شوي مع شوايه لوتس جريل. يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة، أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citrustv.com. رجعنا لكم مشاهدينا مع لوتس جريل، البراند الالماني اللي عن جد راح يعطيكم المتعه اثناء الشوي. الريحه رانيا شو هي؟ جامده جدا هون، جامده جدا على الاخر. عاملين لحم، شرم، جاش، كل ما يخطر على بالكم تقدروا تعملوه، والاكل تبعكم راح يخلص بس ب 15 دقيقه، بدايه من تركيب القطعه بعض للنهايه، العمليه كلها 15 دقيقه، لانه بعد 4 دقائق بس راح يكون الجريل تبعكم جاهز لحتى تحطوا الاكل تبعكم عليه. هلا صار فيكم تنعموا بالاكل الصحي الشهي بالبيت من دون ما تطلبوه من برا. شوفي المنظر دلوقتي على الشاشه قد ايه جميل، الهوت دوغ والتشيكن ليجز برضه حلوه جدا جدا، هنستمتع طبعا بالاكل بعد تصوير الحلقه انا وميسا. لكن دلوقتي بنتكلم عن لوتس جريل، هنروح نوري طريقه التركيب ميسا قد ايه برضو انها سهله جدا بالنسبه لنا. اول حاجه اتكلمنا عنها وعارفين طبعا انها الشوايه الالمانيه اللي هي حصلت على العديد من الجوائز سنه 2012 و2013. طبعا طريقه التركيب بتاعتها سهله، اول حاجه هنبينها وهي البطاريات، لانها بتيجي بالظبط بالبطاريه بنحطها. اول ما بنبينها هنا انه عندنا 4 بطاريات من الدبل اي بنحطها علشان دي بتشغل الفان اللي هي اساسا بتكون موجوده جوه اللوتس جريل. هي دي الفان بتكون موجوده تحت او المروحه اللي بتضخ كل الهواء وبيساعد على انه يشغل الفحم بمنتهى السهوله. تاني حاجة بنحط بعد كده الصحن اللي هو معمول من ستانلس ستيل مقاسه 32 سنتيمتر، طبعا بيكون يعني قد ايه برضو المساحة بتاعته بتكون قوية جدا عشان او كبيرة جدا عشان ينزل فيه كل الدهون اللي بتترسب من الاكل اللي احنا بنعمله. بعدها بنحط هنا الجزء اللي مخصص ان احنا نحط فيه الجل اللي بنولعه على طول بمنتهى السهولة. بمنتهى السهوله ميسه والسلاسه ان احنا بمجرد بنفتح الازازه بتاعه الجل بنحط الجل على طول، ما بنستخدمش حتى كميه كبيره. كل اللي احنا بنحطه كميه كتير قليله، لانه كميه قليله زي ما انا هنا بحطها بوجهها على جميع النواحي، وبعدين بنولعها على طول بمنتهى السهوله. بيكون هنا الجل ولع معانا، وبعديها بنحط الفحم، هو نوع معين من الفحم اسمه فحم نباتي او البيتش كول. بمجرد ان احنا بس على طول بنحطه في الاسطوانه اللي هي المخصصه ليه. بنشوف حتى كمان ان كميه استهلاك الفحم اللي احنا بنحطها في اللوتس جريل قد ايه بتكون سهله، وكمان بكميه بتكون
قليلة جدا بمنتهى السرعة، بنحطها على طول بمنتهى الأمان، مفيش أي حاجة حصلت لنا على عكس الشوايات العادية. هنا في أربع فتحات مختلفة برضو بنوريها للكاميرا، أو فتحتين بنوريهم للكاميرا هنا، بمجرد إن احنا بنحطها بنثبتها، بنخلي الجوانب دي محطوطة على الشواية من فوق، وبنحط الغطاء اللي هو برضو مساحته 32 سنتيمتر. هنا من الجوانب دي بنقفلها على طول، والشواية بتاعتنا بتكون جاهزة، وإن احنا بنفتحها فبالتالي بتكون طريقة الاستخدام سهلة جدا. سامعين حتى كمان صوت الفان عالية قد ايه. برضو خليني اقول لكل المشاهدين ان القطعة اللي هي معمولة من الستانلس ستيل دي هنا هي معمولة بس بروتكشن او حماية للشواية كلها، بحيث ان احنا لو حطينا الاكل زي ما شايفين كل الدهون تنزل في الجوانب لكن ما تنزلش على الفحم، فبالتالي ده لما بيخليش انها تطلع دخان كتير، ودي الميزة في اختراع لوتس جريل. وهيدا مو كل شيء، لانه مثلا اذا نحن بدنا نحكي من ناحية الامان، اذا بدنا نشوي بالبيت بدنا نبعد كل الاطفال من حد الشواية تبع، لانه بنخاف ان هم يلمسوا الشوايه، كثير بتكون سخنه، بنخاف انه تسبب اي ضرر لاحد اطراف عائلتنا. انا متحمسه اشوف الاكل. شوفي يعني ميسه، هلا شوفي يعني قديش. هلا بدي احكي عن السطح الخارجي، السطح الخارجي مصنوع من باودر كوتد ستيل، نوع معين من الستيل، ما بيوصل حراره، بيوصل دفى. انا ما بقول ما بيوصل حراره، بيوصل دفى، بس اكيد مش الحراره اللي هي بقدر احمل فيها الجريل اللي بنشوفها بالبيت. هيدا هو بحمله معي، بقدر احمله معي كل مكان، اخذه معي الحديقه اشوف كيف حمليته، ممكن ابنقله وقت ما انا بشوي، بس اكيد مو من فوق، ها ما تنسوا، بس من تحت تشيلوها وتنقلوها. والسيفتي 100% لانه الفحم كله مغلق باحكام داخل اسطوانه، يعني حتى لو حركت الجريل تبعي اكيد اذا ما عليه اكل اوكي ما راح يوقع ابدا الفحم، لانه محكم الاغلاق عليه. الفحم كمان هيضل معانا لمده ساعه كامله، عمليه الشوي مستمره، وانا يعني بصراحه يعني دوقيني بقى ميسه، ما ينفعش كده، عايزه اشوف الاكل قد ايه جميل جدا. لمجرد ان احنا حطينا الاكل على طول بياخد 15 دقيقه بالظبط، الوجبه بتاعتنا بتكون جاهزه، كل انواع الاكل اللي انتم حابينه، السي فود، حتى كمان البرجر، الهوت دوغ، اي حاجه تقدروا تعملوها وتستمتعوا بيها انتوا والعيله بمنتهى السهوله مع لوتس جريل. انا كمان على فكره ميسه لما اخذت لوتس جريل اخذته معايا سفاري، يعني اخذته معايا في الصحراء، واخذت كمان لوتس جريل معايا في عند اصحابي في البيت على السويمنج بول او على حمام السباحه، استمتعنا جدا بالجو الجميل، وبالظبط كمان الاكل قد ايه كان حلو جدا مع لوتس جريل. وغير هيك كمان على فكره تنظيفه كتير سهل، لانه كل القطع بنقدر ان احنا نفكها بالزبط ونغسلها لحالها، يعني تنظيفه كمان بيكون سهل، نحطوه في مثلا الغساله بتاعت الاطباق بننظفها بمنتهى السهوله، او حتى بالغسيل اليدوي الهواء العادي. يلا لحتى اقطع لك القطعه تبعك، احنا احكي لنا عن المروحه. هحكي لك عن المروحه ميسه دلوقتي. هنا زي ما احنا شفنا، برضو بقول لكل المشاهدين انا اوكي خليني اجرب الكفته. اوكي يلا. زي ما ورينا المشاهدين برضو ان اللوتس جريل بيحتوي على البطاريات اللي احنا بنحطها، ان هي اربع بطاريات مختلفه من اللي هي الدبل اي، بمجرد ان احنا بنحط البطاريات دي على طول المروحه بتاعتنا بتكون شغاله بمنتهى السهوله، ودي اللي بتساعد على انها بتسحب كل الهواء الموجود من الخارج، وبتسخن الفحم اللي بيدينا بعد كده الدخان او السموك اللي بيطلع وبيسوي لنا الاكل بمنتهى الجمال. وزي ما احنا شايفين دلوقتي دلوقتي ميسه برضو قليلي. نعم انا عايزه بس اوري المشاهدين التسويه من جوه، انه هي دي التسويه، ودي طريقه الاكل الصحيه الجميله اللي انتم هتستمتعوا بيها مع لوتس جريل. اوكي انت لازم تدوقي بقى. حلوه قوي، بيعقد. نعم كمان من طريقه الاستخدام بتاعتها قد ايه سهله جدا، في مجرد اربع دقائق ان احنا على طول بنستمتع. انا كمان خليني اعمل لك برضو سيرفنج هنا للاكل اللي احنا برضو حطيناه في الفقره الاولانيه. واهم شيء انه الاكل اللي انتم بتحصلوا عليه مشاهدينا هو اكل صحي، يعني منكم شاري من برا، عارفين جميل. حتى علامات الجريل هنا حلوه قوي ازاي معموله، شكلها جميل. طبعا البرجر بيبان برضو فيه علامات الجريل بشكل اسرع. هلا اعطيني برجر لحتى اقطع واوريكي شكل البرجر. اوكي بدي افرجيكم بس مشاهدينا لحتى رانيا تخلص السيرفي، فرجيكم الهامبرجر من النص كيف شكله، كيف انتم مستويين. شوفي قد ايه جميل جدا، انا مش هقدر ادوقه سخن قوي. حلوه قوي طبعا ميسه، شكله كتير حلو ومستوي. انا بصراحه عايزه برضو اوري هنا، برضو كمان انا فتحت هنا الجل بوري التسويه من جوه قد ايه هي كمان حلوه جدا مع اللوتس جريل، بالنسبه للتشيكن ليجز اللي ممكن اطفال ان هم ياخدوها يستمتعوا بيها ياكلوها
كده بمنتهى السهوله. طبعا وجبات صحيه جميله جدا انتوا هتستمتعوا بيها مشاهدينا، ولكل حابين ان هم يحصلوا ويستمتعوا باحلى اكل صحي وجميل مع لوتس جريل، احنا برضو مشاهدينا مقدمين لكم بلونين مختلفين. اللون الاحمر رقم المنتج هو 543100، وكمان اللون الجراي رقم المنتج هو 543110. واكيد حابين ان انتوا تتصلوا بينا وتحصلوا على احلى لوتس جريل اللي فيه كتير جدا من المميزات. لا تنسوا مشاهدينا هلا صار فيكم تحصلوا على الاكل الصحي وين ما بدكم، مثل ما قلتي رانيا بالحديقه بالبر على السويمينج بول، وين ما بيخطر على بالكم صار فيكم هلا تحصلوا على الاكل الحلو الشهي بدقائق معدوده. 15 دقيقه هي المده اللي بيتطلبها عمليه الشواء ككل، 4 دقائق راح يكون جاهز الجريل لحتى تحطوا عليه الاكل. واكيد انا ورانيا بنتمنى دائما ان انتم تعيشوا بصحه، واكيد تحصلوا على وجبات صحيه طول الوقت، وهالشيء اكيد راح تحصلوا عليه مع اذا كان عندكم اللوتس جريل طبعا. وانا اكيد انا ورانيا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم النهارده في الحلقه وقدمنا لكم منتج جديد، ودايما تابعونا باهم المنتجات في عالم التسوق. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافه في السله.